مساء الخير عليكم بوصفة جديدة من مطبخ ريتال. وده سوتيه بالفراخ والمشروم وبالخضار والبهارات والكرفس والجزر وكل حاجة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، حلو جدا، جربوه بجد. شايفين السوا بتاعه؟ استنى يا ريتال بس الناس تشوفه بعدين كل ايه. والفراخ مستوية جدا، والكوسة والارنبيط كل حاجه فيه ما شاء الله، لا من كل الخضار وكله فوائد، ومعمول بزيت زيتون ما فيهوش اي دسم. ويلا عشان ما اطولش عليكم الحلقه نبدا مع بعض، ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل بقى خضار سوتيه، بس يعني كل انواع الخضار اللي عندنا في البيت هنعملها بزيت زيتون وما فيهاش اي دسم. وجبت معاه اهوت فراخ، كلنا عارفين الفراخ يعني ما هياش دسمه، وكمان يعني دي صدور، وحتى شلت يعني اي دهنه حواليها، ومعايا كل الخضار. واليومين دول خضار حلو، داخلين على الشتاء، كل سنه وانتم طيبين. الارنبيط معايا، ارنبيط اهو، ومعايا كوسه، ومعايا مشروم، ومعايا فلفل الوان، ومعايا بطاطس مكعبات، وجزر معمول برده شرايح او دوائر كده، ومعايا 5 فصوص ثوم، ومعايا كرات. انا عملت منه واحده اهيت، يعني واحده بس كده كرتايه، ومعايا كرفس، ومعايا طماطميه مقطعه مكعبات. هيبقى معانا بقى زيت زيتون وبهارات. انا عايزه انوه بس على الارنبيط يا جماعه، لو سمحتوا تاني كل مره بقول اغسلوه 10 مرات ونقعوه في خل وميه، عشان الارنبيط يعني الزراعه بقى فيها حاجات كده، فيعني ركزوا على الموضوع ده كويس جدا. انا الخضار ده كله انا هعمله في الجريلا على قد ما هتاخد، او هشغل يعني هشغل الجريلتين مفيش مشكله. المشكله يبقى زيت زيتون وخفيف، والريجيم حلو جدا ومش دسم وفي منتهى الجمال. وعشان ما اطولش المقدمه، انا قلت معايا بصله، مش فاكره قلت ولا نسيت ايه. هنبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونتنقل على البوتاجاز. ادي الجريلا اهي اتحطتها على البوتاجاز. اللي عاوز يعملها في اي صينيه مفيش مشكله. انا بفضل الجريلا عشان هي بتقفل عليها وبتسويها على الهادي. انا هشتغل النهارده اهوت بزيت زيتون شويه كده اهوت، خليه بس يسخن شويه. طبعا انا سخنت الجريلا اهو حوالي نص دقيقه، يعني على نار هاديه كده وسط، على اساس كلها تبقى ايه سخنه، عشان انا هنزل بالفراخ الاول هديها تشويحه كده. اهو نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفراخ بتاعتنا، انا مقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عامله الفرد، انا عامله للعيله كلها، كله بيحبها. والسوتيه ده مفيد وصحي وحلو جدا عشان الرجيمات، اللي بيعمل رجيم او دايت مفيش اي مشكله، هو اصلا بتاع الدايت اهو. على فكره الحاجات بتكش، يعني هي هتاخد كميه كويسه من الخضار. وهنشوف البهارات هقولها واحنا بنشتغل مع بعض. الاول بس هنزل بالفراخ كده تاخد لها تشويحه قبل ما انزل عليها باي حاجه. اهي اغسلها كويس جدا، وبنقعها على فكره بدقيق. مية الدقيق بتشيل الزفارة بتاعت الفراخ بعد ما بغسلها بيه، وبغسلها بخل وليمون وملح. كل الفراخ المخلية او الفراخ اللي بحل اهو كده على نار هادية. انا هسيبها ايه تاخد وتدي بشكل ودي مع زيت الزيتون كده دقيقتين، وارجع افتح عليها تاني. انا ما كنتش هصور الخضار كله، بس انا كده اهوت برضو عشان بصراحة انا هعمله كله. انا هشغل الجريلتين اهو، هنقل شويه من الفراخ، انا سخنتها طبعا. يبقى كده انا هشغل الجريلتين، هو نفسه، وحتى البهارات هتتقسم عليهم هما الاثنين. يبقى دي شغاله ودي شغاله. انا هبدا انزل عليهم اول حاجه خالص المشروم، هقسمه بينهم هما الاثنين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، مشروم ده حلو جدا يا جماعه، هو مش فريش، انا جايباه علب.
اهو حطيته هنا وحطيته هنا. وهنزل بالثوم اللي معايا اهو 6 فصوص ثوم. تمام كده على الاثنين اهو هنا وهنا. وادي البصل اهو برضو. الفراخ منزلت الصوص بتاعها هتبدأ تشربه خلاص تاني. هبدأ انزل لها دول شوية سماء. الفراخ بتحب السماء يا جماعة، بيفرق في طعمها وجربوه حلو جدا. هي رشة على الاثنين. وادي شوية بابريكا اهو. وعندي لورة مطحونة اهو، شوية لورة هنا شوية هنا، او هما في الاثنين واحدة اعتبرها واحدة. وادي الفلفل الاسود. وهحط رشة جوزة الطيب بس اهو على الفراخ، على قد الفراخ مش هنكتر منها يعني. والكرات ده اللي هو الكرات الافرنجي، انا عشان انا حتى بصل يعني اكتفيت ان انا اقطع واحدة بس. بس انا عايزة استنى عليها شوية، مش هنزلها دلوقتي، بس هنزل عودين كرفس هنا وهنا، بجد بيفرقوا في الطعم اهو. بصراحة كان عندي بروكلي بس لقيته خلص، خلاص بقى مفيش مشكلة بدل البروكلي. كنت بحط بروكلي وقرنبيط، فانا هكتفي بالقرنبيط بس. اغسلوه كويس جدا يا جماعة، معلش يعني من كتر ما بلح تتضايقوش، بس اغسلوه كويس جدا عشان الزرع بيطلع حاجات كده مش كويسه. دي بهارات فراخ، حطيت نص معلقه قسمتها على الاثنين. وده حبهان مطحون اهو، رشه اهو ورشه. كده تمام، مش هنزل عليهم بس بحاجه من بقيه الخضار الا الطماطميه الصغيره دي بس، عشان طعمها بيفرق في الاكل، فانا مش مكتره. هما مش عاوزين طماطم ولا فلفل، بس انا طبعا الاكله ما تنفعش من غير هما الاثنين، فانا حطيت ده وحطيت من ده. كده البهارات بتاعتي كلها خلاص، مفيش مشكله. انا هحط رشه زعتر كده صغيره جدا اهي، مش باينه بس بافرقوها كده اهو. وهغطي بقى عليهم اهو، كله تقلب المكونات، كل الطعم هيبقى واحد. انا هستنى بالملح شويه اهو، وهقفل عليهم ونرجع لهم تاني مع بعض. كده اهوت الفراخ خدت تشويحة حلوة، هي ما استوتش لكن ايه خلاص قربت يعني، خدت لها حوالي 5 دقايق على البوتاجاز، هي والمشروم والطماطم والكرفس والبهارات. اول حاجة هنزل بيها بقى الجزر، عشان الجزر بيبقى قص شوية، انا مش حاطة كتير يعني، الولاد ما بيحبوش كتير فيها، بس انا حاطاه برضو عشان يغير الطعم، بيفرق بصراحة. وهبدأ هحط الملح. الملح ده هيبقى بتاع الخضار والفراخ، مش الفراخ لوحد. واحنا برضو بنقلب، هنبقى ندوق ونشوف هنحتاج ولا لا. مفيش ايه مشكلة، ما انا مش هزود دلوقتي الا لما نشوف. كده اهو هبدأ اقلب ده
واقلب ده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله والله اكبر. تحفه، ريحته مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. ومعمول بزيت زيتون اهوت، ما فيهوش سمنه بلدي ولا زيت ولا اي حاجه، يعني حاجات بسيطه. يعني هنا 3 معالق زيت زيتون، وهنا حطيت زودت معلقه بس كده وانا بنقل على الجريله الثانيه اهو. انا هسيبه مع الجزر كده لوحده برده ياخد دقيقه قبل ما انزل بقيه الخضار، لان الكوسه ما بتاخدش سوى هي والبطاطس. هقفل عليهم دلوقتي. كده انا سبت الجزر اهوت دقيقه بس لوحده كده، هبدا انزل بقى بالقرنبيط او القرنبيط او الزهر زي ما بيسموه. هوزعه على الاثنين. الاكل دي انا عاملاه لسبع اشخاص، مش شخص ولا اثنين يعني، ما شاء الله. كده تمام قوي. وبرده هنزل عليها اهوت بالكوسه، هوزعها هنا وهنا برده. كل ده هيهبط على فكره دلوقتي وهنشوف. انا قلبتهم اهو ما شاء الله كده مع بعض. كده ما عادش باقي معايا غير الفلفل الالوان والبطاطس شويه كده، وهنزل بالبطاطس كده هغطيهم بقى ايه يعملوا يستووا بالبخار مع بعض. كده الخضار اهو بسم الله ما شاء الله بدا يدبل، والكوسه بدات تنزل ميه اهيت، والارنبيط كمان يعني ايه دخلوا على سوا. انا بقى هبدا انزل لهم البطاطا، البطاطس قصدي. اه هنعمل بطاطا اهو برده، هوزعها هنا وهنا. هما بطاطستين وسط، وانا عامله كيلو ونص كوسه وكيلو صدور، دي المقادير يعني. وجبت ارنبيطايه على بعضها كده، خدت اهو التلات ارباعها، وعملت تلات جزرات رفيعين. وادي الفلفل الالوان اهو بسم الله ما شاء الله. هحط هنا شويه، انا الفلفل محدش بيحبه او احنا ما بنحبوش دايب قوي، يعني يبقى ماسك نفسه شويه يبقى له طعم كده، وخصوصا الفلفل اللي هو الرومي ده. وادي الكرطايه الخضراء اللي هو الافرنج ده اهو، على فكره بتبقى طعمها حلو، جربوها. انا بعملها زي ما هي كده قبل ما اقلب خلطه المحشي مع الرز مع الخضره مع الصلصه كده مع الخلطه كله. انا بعمل على المحشي وحدتين كده صحيح كده، من غير ما اتبلهم ولا على النار ولا على اي حاجه، بيبقى طعمهم حلو جدا. ادي الخضار بدا ينزل الميه بتاعته، يعني كده بدا يستوي كده اهوت. انا نزلت الفلفل والبطاطس، هقفل عليهم تاني شويه. كده خلاص بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. افتح دي يا روان، شايفين الخضار؟ الخضار ده يا جماعه مش مسلوق، ده مستوى على البخار، يعني طعمه جامد جدا. اه انا زودت رشه ملح زي ما قلت لكم، لو لقيتها محتاجه يعني الملح ده بتاعنا. شايفين الخضار بحاله ازاي وجميل ومستوي، وشايفين الوانه في منتهى الجمال. يعني انا ممكن اوريكم، استني صابعك هتتلسع سخن هو كده. شوفوا اهو، بصوا يعني اطلع ايه، شوفوا الكوسه عامله ازاي، بصوا اهي ما بتستحملش، في منتهى الجمال. طبعا الفراخ استوت، والارنبيط اهو كمان اهو، كله ما شاء الله الاثنين استووا، والالوان تحفه شايفين. اهم حاجه الالوان، والفلفل ما تبلش قوي وفي منتهى الجمال. وهفرغها بقى في الاطباق ونشوفها مع بعض. بصوا يا جماعه دي واحده بحالها اهيت، لسه انا غرفت واحده هوريها لكم حالا. ادي واحده اهيت فضيتها كلها على بعضها، قربيها بقى شايفين، بجد حلوه جدا، مش محتاجه سكينه يا ريتال. اوه سوري، بصي شوف ريتال مطلعه الفراخ. بصوا يا جماعه الفراخ اهي بس سخنه، هاتي يا ريتال كده ماشي دوقها بس انا اوريهم السوا. شوفوا ادي الفراخ وادي الكوسه شايفين،
اهي برضو نفس النظام، كلها مستويه يعني ما فيش حاجه مش مستويه، والقرنبيط اهو كل الاكل، والفلفل كده صاحي شويه. مش عايزه اقول لكم يعني كرات الافرنج اللي انا قطعتها عليها دي عاطيه نكهه وطعم حلو جدا، يعني مش عايزه اقول. طبعا الوتاره وانا اخبارها ايه؟ حلوة يا ماما. حلوه. لا على صوتك شويه. حلوة، تسلم ايدك. ربنا يخليكي. ودي البطاطس اهي، دوق البطاطس كل حاجه مستويه. ايوه مستويه. وادي الجزر، انا عايزه اوريكم بس درجه السوا، شايفين الحاجات دي كلها مستويه على البخار. ولو عجبكم الخضار السوتيه ده حلو جدا يا جماعه للدايت والرجيمات، في منتهى الجمال وخفيف وسهل وبسيط وكله خضار وفوائد. ولو عجبكم الخضار السوتيه مع بعضيه بالفراخ اعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت وكل حاجه. واو واقول لكم ايه؟ واو. قولي يا رتاب. باكل. بتاكلي؟ واو.